السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس محمد عمارة. ازاي نحول الصورة دي للصورة دي اللي هو تأثير الجلاس افكت اللي هو تأثير ازدواج المقطعي على الفوتوشوب؟ يلا بينا. هنفتح الفوتوشوب، بس قبل ما نبدأ الدرس هناخد حاجة سريعة كده، ازاي الا وهي ازاي نسحب الوان من اي صورة. احنا عاوزين نستخدم الوان دي في تصميم مثلا حاجة معينة، يعني مثلا نختار صورة زي دي كده. ازاي نسحب الالوان على السواتشز؟ هنيجي على الاي دروبر تول، نختار برتقاني ونيجي هنا كليك شمال، اوكي نختار اللون ده مثلا، كليك شمال كده، نيجي هنا كليك شمال برضو، اوكي بكل بساطة. انا طبعا مختارهم قبل كده، فده الموضوع بكل بساطة ازاي تسحب من الالوان من اي صورة تحطها في السواتشز عشان تشتغل بيها في التصميم من خلال الاداة دي اللي هي الاي دروبر تول. طيب يلا نيجي على ايرس، نبدأ نختار الصورة اللي هنشتغل بيها في التصميم، هي الصورة دي. ازاي تعمل تصميم اللي هو الإفكت اللي هو الجلاس إفكت؟ الأول هنختار نعمل سيليكشن للصورة، نكبر بالجيم والدال زي ما احنا عارفين، أو من هنا من السهم الصغير ده ونبدأ نكبر ونصغر الشكل ده. نختار دي ونبدأ نفرغ الجزء اللي بين ايديها ده، عشان نبدأ نفرغ الجزء ده عشان ده طبعا تبع الباك جراوند. الجزء ده تمام كده. كنترول جي عشان ناخد كوبي من الصورة. هنيجي على الباك جراوند ليف، كنترول تي عشان نصغر الصورة. الصورة باظت، نرجع تاني كنترول الت زد كنترول تي، نضغط شيفت والت مع بعض عشان الصورة ما تبصش. تمام ابلاي. دوبليكيت لير، نعمل لدي باك جراوند جريديان بلاك اند وايت راديال ريفرس. اوكي نسحب اللير تحت او اللير. طب لير الصورة دي نعمل فيها ايه؟ هنيجي على سوليد كلر، هنختار اللي هو الازرق القاتم، او هنعمل ال نديله الكود بتاع اللي هو على طول اللي هو 000D18. اوكي طبعا بعد ما بنكمل الكلر فيل بنيجي هنا على اللير دي ونعمل نيو لير، بنسمي اللير لايت، نخلي الطبقة دي سوفت لايت، نيجي على فرشة ناعمة، نختار فرشة ناعمة زي كده، نصغرها شوية، نخلي الخلفية هنا بيضة ما ننساش. اوكي نمشي على حواف الصورة بالشكل ده.
هنيجي لخطوة الكلاودز، هنعمل طبقة جديدة على الطبقة دي نسميها كلاودز. هنخلي الطبقة دي نورمال دودج وكلر دودج. هنيجي على الفلتر ريندر كلاودز بالشكل ده. طيب احنا هنعمل ماسك للطبقة دي، بس الماسك هيكون باللون الاسود. احنا عملنا كده ماسك من هنا، هنيجي على الخلفية نخليها بلاك، نيجي على بينت بوكيت تول، لازم نكون مختارين هنا الطبقة دي وبعدين كده بالشكل ده، او على طول هنعمل كنترول زد على طول، واحنا ضغطنا على الت نضغط على ماسك كده اتعملت مباشر. هنيجي على فرشة ناعمة، نفس الفرشة ونبدأ، هنيجي على فرشة ناعمة نفس الفرشة ونبدأ نخلي الباك جراوند أبيض، ونبدأ نعمل نمشي على الحواف بالشكل ده. تبدأ الصورة تظهر معانا بالشكل ده. هنكبر الفرشة كده كليك كليك، تمام. طيب هنيجي على اللير ونعمل لها نعمل الصورة ليفلز بحيث تظهر شوية عن كده. اوكي نيجي على نفس اللير ونعمل لها نيو لير نسميها سمول. هن هن هنشتغل هن هنجيب الفرش اللي هي نجيب الفرش اللي هي الإزاز المكسور، بس هنعملها طبقات، 3 طبقات أو 4 طبقات، كل طبقة فيها مقاس معين عشان لو حبيت أعدل. يعني دي هنشتغل بال هنشتغل بدي مثلا، تمام. احنا عملنا هنا طبقة سمول، هنبدأ نصغر الإزاز بالشكل ده، تمام. كليك نختار تاني، هنعمل طبقة تانية لير نسميها ميد، نكبر. نقف عليها نكبر الجلاس بالشكل ده، غير الزاوية نمسح بس التعمل ده، تمام. هنيجي على نعمل طبقة كمان نسميها لارج،
اختار فرشة الإزاز. مفعل الطباعة، منظر ده. نكبر الإزاز شوية. تمام، نجي نجيب الإرسال طول، نخليها ناعمة بحيث ما تبانش إن إحنا خليها ناعمة بالشكل ده. طيب هنختار الفرشة، نختار الإزاز بالشكل ده. كبر مدال، تمام. هناخد الطبقة دي ننزلها تحت الصورة بحيث ما تكونش مغطية على الصورة. طبعا هنا عاملة تشويه، أمسحها خالص، نختار حاجة تانية. تمام، نختار وليكن مش وليكن دي مثلا. خرج الوسط بتاعتها، انت بقى بتبدأ تغير على حسب التصميم، انت بتبدأ انت تشوف المناسب ليك. احنا عشان ندعم الصورة نخلي شكلها افضل، نجيب لايت زي ده مثلا. تمام، نبدأ نعمل له سحب على الديزاين بتاعنا. كنترول دي، شيفت الت، نكبر الصورة. اسحب الصورة تحت اللير بالشكل ده. كنترول تي وتبدأ تسحب. حاجة كده يعني. تمام، ممكن هنا نيجي على اللير، نختار color lookup، نشوف التأثيرات اللي موجودة عندنا. دي كويسة ولا لأ؟ تمام، هنيجي هنا نعمل للصورة، نعمل لها مثلا نشوف gradient map، نختار من هنا soft light،
معقدة، نشيل gradient map خالص. طبعا الصورة هنا غطت على العناصر الكبيرة اللي انا عملتها، اللي هي العناصر الزواج اللارج. ليه؟ لان انا منزل اللارج تحت، منزل اللارج تحت لير الصورة دي. طيب في الحالة دي اعمل ايه؟ هقوم جايب اللارج واقوم ساحبها لفوق بالشكل ده، اللارج كبر بدي ده الجيم ده. تمام بالشكل، أعتقد إن كده شكله مناسب أحسن من الأول. تمام كده، تمام. احنا ممكن نجيب صورة برضو، صورة خلفية باك جراوند، نظبط بها ال باك جراوند بتاع الصورة، نعمل لها سيلكشن. ناخدها نسحبها على تصميم كنترول تي، نكبر الصورة بالشكل ده. طبعا اللير لو فوق هنا هتغطي على الصورة، لازم لير الصورة تحت، لير صورة اللي احنا بنعمل عليه ديزاين. طيب لو دخلنا على، لو ضغطنا على اللاير كوبي هنا على الكولر لوك اب، هيطلع لنا حاجة بالشكل الظريف ده. تقدر تغير انت بقى من الكولر للجريديانت، الخلفية نفسها، تعمل اي اختراعات في الصورة انت حبيبها. كديزاينر شايف ايه الشكل الكويس بالنسبة لك يعني. تمام كده قدرنا نعمل الصورة بتأثير الجلاس افكت. ان شاء الله في دروس جاية كتير عن ازاي تعمل تأثيرات كتير جدا على الصور. هذا سوشي اللايك والسبسكرايب والشير، ولو اي حد عنده اي اسئلة يحطها لي في الكومنتس وانا هرد عليه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.